صبي عمره 5 سنين ونص تعرض لإصابة ب 29 أكتوبر 2023 ببيتهم بجباليا. أبوه توفى، أخته اللي عمرها سنة توفت، وعمته توفت. أمه بعتقد جريحة، ما عنا بعد التفاصيل. صبي انجرح بإيده. ب 5 ديسمبر انتقل على مصر، عملوا له الإسعافات اللازمة، وبعد في شلل بإيده الشمال وجبناه على بيروت لأنه بيتطلب جراحة تانية لإيده لحتى يقدر يستعملها إن شاء الله، لأنه هلأ بالوقت الحالي ما عم يقدر يستعمل إيديه ولا عم يقدر يستعمل إيده الشمال. احنا بنتمنى انه هيدي الحالة هي بداية مجيء حالات اخرى، لانه في كتير حالات بحاجة لجراحة، وكل ما بكرنا بهيدي الجراحة للاطفال، خاصة الاطفال اللي خسروا اعضائهم او اللي صار عندهم عطب باعضائهم، كل ما بكرنا لهم بهيدي العمليات كل ما كان افضل لهم.